نستفدوا منها البنات، ممكن نستفدوا من الدراري اكسبيريونس الخانزه اللي كتكون في الخليج. تعرفت على راجلي، راجلي كان باقي صغير زوين، صغير مني بربع سنين، كنت ديك الساعه 13 خويا، بغاتنا جو بغات بغاتنا باش خويا. تعرفت على راجلي صغير مني، كنحشت الكابار كنقول الصراحه، مشيت صاحبت معاه. هو خصغر مني كيبان فايد وديك الشيء، عشت معاه الحياه، حبيته، تهلا فيا مزيان، شرى لي الطوموبيل، عاد حنايا مصاحبين، وبوكوس ماشي خايب، بوكوس دوك راه الدلاير طوالين خدام في البترول، كان مهندس. قال لي غادي تهبط للمغرب نتزوج فيك، قلت له مرحبا، عطيت له الموافقه. قال لي شنو الراي ديالك نتزوجوا في البحرين؟ قلت له مرحبا. قال لي قبل ما نمشيو نتزوجوا في البحرين؟ قال لي غنتزوجوا في البحرين ونطلعوا نسافر. قلت له ايه صافي. مشينا درنا عقد في البحرين، تزوجنا، طلعنا سافرنا شهر العسل، مشينا لماليزيا، سنغافورة، بوكيت، ما خليت فين سافرت معاه، فطعني، بدل لي الطوموبيل، الطوموبيل كل عيد ميلاد كنبدل الطوموبيلات، عايشة بخير، الذهوبات، تو سكو تو فو، الفلوس، كنحل فمي الفلوس، الفلوس بلوكي بلوكي بلوكي. مراه خوتي عائلته ديك تقول الخبر، قلت له شوف اخويا عمان عيش في قطر، انا غنمشي نعيش في البحرين. كنت عايشه في البحرين، كيجي عندي كل ويكند، كيجي عندي كل ويكند كل ويكند. كنت انا مابقاش في الدار، نخدم، خدمت في السيلز في الماركتينغ، خدمت في اوتيل واعر 5 ادوار، وليت انا خدمت في المبيعات في السيلز، وليت سيلز اكزيكوتيف، كنخدا ليا طوموبيله جديده بغاها نيسان ماكسيما دايره بحال ليكسوس، وليت خدامه كيجي عندي. وهذا 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 3 وانا وياه الزواج. واحد النهار جا عندي واحد الولد، قال لي راه هذا راه غادي يتزوج، كنا ديما كنسافروا اليابان، كل مره فين، ديما تركيا. قلت له زين انت كذاب؟ قال لي والله ما صاحب واش. قال لي هو عايش في قطر، داك الولد زقزق كيوصل الاخبار تزوج بعدا كاين به فيما كانت شي قحبه ولا شي حاجه في داك قطر، قابل نفس الجنسيه ديالنا كيدوروا به، عزيز بحال مزوجه. المهم قصر البحرين، هو واحد النهار سافرنا مشينا لماليزيا، بقى كيبكي وحنا كيبكي، كنبقى انا والو غادي نرجعو بحالنا لقطر، مورا غيمشي يخدم، كيجي عندي كل ويكاند، كيكس معايا الخميس والجمعه والسبت ولحد بالليل كيسافر، اولا 2 الصباح بكري، بقاش البحرين لقطر غير 40 دقيقه بالطياره، ديما هو في اي بي. قال لي عمري ما بقى بحالي، قلت لك الهضره بحال اللي ديال الفراق، فهمتيني؟ وقت خطو راه السوق راه قرايته تسطع عليا وديك الشيء. دوزنا العيد الصغير، جا عندي، حطينا الحليوات وداكشي ديال المغاربة وداكشي، وكسنت الله فيه، مشى، طيب كيعنق فيا وكيعنق كيعنق فيا، كنعقل، الواحد لي دار واعرة قودة في البحرين، يعنق 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 فيا، كيخلص لي كرابوشي، وكيبكي، ملي مشى وصل المطار كيقولي أنا كنبغيك وعمرني ما نساك، عمرني ما نساك، عمرني ما نساك، ولفكرة عيطلو ديما كاميرا، وفين وصلتيش، درتي فين غادي فين. كنعيط كنلقى ما كاينش، بلوكاني من الواتساب، بلوكاني من كلشي، بلوكاني من كلشي، كاع لي اي حاجه سوشيال ميديا بلوكاني منها. ما عرفتش شنو طرا، هو عيط لواحد الولد قال لي راه ارسلو بعد غدا، راه غادي يتزوج بساكوزي. بقيت كنقول انا ما نقدرش نعيش بلا بيه، ما نقدرش نعيش بلا، كنت كنبغيه بزاف، وي بلوكيني، تم بلوكاني صافي، قال لي راه يتزوج بساكوزي وداكشي، صافي تزوج بيها وداكشي. عتي ما بغاش نبكي وزواج بكي ونعيط، تزوج بها وداك التخربيق. موراها صدقت خدام، انا جيت مرت مرت، قلت كنسكر كنسكر كنسكر، كل ليلة كنسكر، طاسة 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 طاسة، كنت فواحد المستوى، بعت الذهب ديالي، سخيلي خلاني على الضص، ما عطاني والو، اخر الا كان صيفط ليا يا ربي، صيفط ليا 3000 دولار تقريبا، شفت 3000 دولار، قلت لك كنطلق انا فهمتيني، بقى عندي حتى درهم، بقى عندي درهم، بعت الذهوبات، كان عندي الذهوبات، كان عندي الكرسي، كان عندي، كان عندي السوايع، كان عندي، بعت كلشي، بعت الطوموبيل، مشيت خدمت واحد الصرافه ويستر يونيون، كنت كنحول الفلوس داكشي، سكر 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 سكر، بقيت بحال هكذاك الطاسه 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 الطاسه، وتي مرة كيعيط كيعيط يجيني شي ابل واحد اخر، هو
تحل البلوك عاد كيتخبارك عاد تيزد. مشى هو دوز على العسل في سويسرا، تزوج بنت عمو، لي كادو الذهوبات، وانا قاعس مرمطاه كاس كنتمرمط وكاس كنشوف تصاورو وكندخل فو كونت لذاك السناب شات ديالو. بلوكاني من كل شيء، بلوكاني من كل شيء. موراها كتخدم على جالسه كاس كندير تشيكين تشيك اوت، فطرت غير نص ساعه وجاي كنجري وخدامه مع الناس كنعطيهم لي. كانوا جاونا الجروب ديال ترانزيت وخدامه والجيو اوت، ونعيط التليفون الهاوس كيبيسا ودرت كنصورها فيه اللي صورتكم فيه في قطر. كنهضرت كتخبى واحد عنده اللحيه كيشوف فيا وغوف اللحيه، تقول شكون ندير هكا وانا نلقاه جا هذيك ترعد هضره غير سيب السوق. قال لي توحشتك صافي خرجت عنده كيدير صافا على بس هذيك صافي دبليو في الدفنه صافي صافي سيتي ابخي تلقي معاه سلام صافا لاباس كيدير لاباس العون. ما حقداش عليه الله يسهل عليه ودار حياته، ولكن انا ما انا صعيب شي واحد يدخل لي جال مخي فهمتوني. فاش كنقول انا خليجيين صعابين نغير الى شي وحده تزوجات شي واحد ولا ما داك الزواج ديال والو داكشي. كيقول لي انت قويه وانت تفرج فيها كيتفرج فيها. قال لي تبارك الله راك وصلتي وهذا فتخيل ما كتبز ما كيتفرج فيها. مي انا واحد الانسانه تاديت صافي سي بون خالي جاتي ديال الكفيل وهادشي خورك ما درتي. دابا انا الظلم خاصك تشوف الظلم انا ما دايره والو. انت يا الكفيل لا ولي يديا داكشي اللي قالوا الكفيل راه كيصدقوا الدوله. انت يصدقوك انت المغربيه ولا انت المغربي اخويا المغربي ما غاديش يصدقوك. اصدقوا لهاد البلاد خبزهم براد. هاجي عندهم يقولوا هذا هرب ليا هذا هرب ليك هرب من الكفيل. يقولوا له ايه هرب بصح بغي يشدوك انت ما غيسمعوا ليكش وغدوز حبيب بيس معك الراف وغتصفر وانت ما داير حتى قلوه. اللهم كس بلادي مش على اسرائيلي كبروا بيه. الحقره الكفيل هي الحقره. الكفيل هو واحد الانسان مغطى كيبرك لك على الاكرور ديالك تقدريش تحركي. الكفيل يقول لك تحوي معاك تحوي معاك باش ما يديركش بلا غروب وما يصفركش. دونك انا جو بريفير نعيش عند صدق البحرين خسر بحال شحال البحر كان خلاص فيها عفتكم ليا. دونك انا البنات كنصحكم واحد الحاجه الله يعطيكم السر الله يرحمهم بها الوالدين. انا هادشي كلشي داز عليا داز عليا اكسبيريونس خايبه في الحياة فهمتوني. ما نبغيت شي وحده طيح في نفس المشكل. كتسمعوا الامارات الابرج ابرج راه ديال ماليها. الامارات راه ديال ماليها راه ماشي ديالك انت هي اللي درويشه اللي غادي عاد تمشي تشوفي. تفرتوش انا غير بلا ما تكتب لي تفرتي. انا ما تفرتوش انا عارفه مني ما تفرتوش ما تفرتوش لحاجه. انا واحد الانسانه صريحه على قلبي على فمي لساني متبري مني شخصيتي قويه شخصيتي قويه بزاف. ما تفروش شكون اللي كيتفر كيتفر الحيز الكابا نصابه اللي كيديو للناس رزقهم حتى اللي كيتلعبوا اللي كيضحكوا على الناس هما اللي كيتفروا. ما الانسان الصريح في الحياه ديالو الانسان المتصالح مع نفسه. انا اتحدى شي وحده تعاود لا في ديالها كومسا. انا اتحدى شي وحده تعاود لا في ديالها تعاود شي حاجه خايبه عاودتها في حياتها. دونك انا عندي هذه نقطه سوداء داكشي اللي وقع لي انا في الامارات عندي نقطه سوداء ربي عوضني. دونك انا دابا عايشه في المغرب في بلادي معززه مكرمه كلشي كيبغيني كلشي كيحترمني. دوزت اكسبيريونس خايبه دوزت الظلم. انا تظلمت بزاف في الحياه ديالي تظلمت في قرايتي قريت وكنت باغمي لي بروميي وما كنتش كنجح في لي زونتروتيان. قريت وما خدمتش الخدمه اللي بغيت. قريت وحقروني قريت بزاف. واش غنقول شاد في الاخر اش غتقول اش غدير اش هادك ما دير هادك ما دير. تكافحت وتقاتلت وزيد وخت انا نسافر وتانا نمشي وتانا نجرب وتانا وهزيت وتكرفت مشيت لتركيا وخت نمشي الحوايج اييه وكنت كنجفف المحل ديال الحوايج وبعت السيكر وبعت الحوايج وبعت تكرفست في حياتي. ولكن ها انا هاد الشخصيه هادي اللي عندي دابا المقوده اللي انا دابا وصلت ليها هادي وصلت ليها من الدروس اللي تعلمتها قبل من الاكسبيريونس اللي دوزت في حياتي. كل ما درتش بديك الشيء كره كلاوني كره كلاوني. دونك هاد الشخصيه ديال غيتا تسميتي بدلتها لقيت كنتي كنت ظريفه بزاف تخو جونتي. دونك انا البنات الله يعطيكم السر ماشي تسمعي الامارات صحابك هادشي تما غيلقايك الشيخ غادي يتزوج بيك. لا راه ما كاينش الامارات ديال ماليها خصوصا ديك الامارات. الامارات نخبرك من الامارات مبنيه على مقباره. الامارات كلها مبنيه على مقباره. البنات المغربيات اللي كيطولوا يا كيموتوا كيتدفنوا كيرجعوا في صندوق
هي كيدخلوا للحبس الا تقلب شي مصيبه سبحان الله. ديك الامارات بالستر جلسوا في بلادكم البنات طلعتكم بالستر، راه الامارات فلوسها كيبقاو فيها العقل، قطر كتجيب فيها الفلوس شويه لحقاش هادو فلوسهم طالعين. الحقره راه غادي تحقري وغتمشي عند كفيل، تيجي عندك تيقول لك كفيل كتجي عندك شي حدا كدبر عليك. شوف اختي اخي غادي تمشي تجلسي عند وحده تبقى تخرجك وتبقى تخرجي فلوس صحاحين وانت 10 المليون الفيزا. الله يا اختي الله، كنت اختي في بلاد خدمي باتيسري، نخرج مع عبد المولى القطاطي شنضلني وشنضل فيه يدقدقني وندقدق فيه وولد بلادي ونكس في بلادي معززه مكرمه. انا شفت البنات اللي كانوا مساكن مسكين على الدعاره مساكن كي داير ليهم عبوديه مخلص مرخص لولاد مساكن حيد بالك. انا كنعاودكم القصه ديالي باش تستافدوا البنات. نهار يشدوك يشدوك غير جالسه غير مع واحد في الدار يقول لك خو الواقع بدوك يجلدوك يقرعوك. باش اختي البنات مساكن خدامين تما في الديور تاخذهم كيتكرفسوا عليهم كيدوزوا كيكويوهم ولادهم وهما وجدودهم. باش اختي اللي حسن هو بلادك، اللي حسن هو بلادك. الله يخلينا المغرب، تكرفست انا وتعذبت ما صحبتيش من المغرب داير بحال هكاك كنمشي كنهرب كني جيت جلست فيه معززه مكرمه في بلادك. نتقاتل مع ولد بلادي نتراعيش مع بنت بلادي، ولكن يمدغوني وما يسرطونيش، يمدغوني وما يسرطونيش. انا غادي نمشي باش كتبقى تصيفط في لي كادو تصيفط في الفلوس فلوس كطرقيهم. الو خويا بغيتي ايفون 13 14 لخريان؟ مرحبا دوز لي اختي. الو ربيعه واخا صيفطك حتى الذهب شدي انت خرجي خرجي عطي الاوكرور عطي الاوكرور وسعيه 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 وجمعي الفلوس وجمعي التليفونات وجمعي الذهوبات وصيفطي صيفطي صيفطي. ملي كترجعي كتلقى يدك والريح، ترجعي كتلقى يدك والريح. نهار كيتقاداو لك الفلوس كيقول خرجي قاودي علينا بعد ما نديرو بيك. الو عمتي شنو تزوجتي؟ انا صيفطك اولي العرس على حسابي صيفط جوج صيفط ثلاثه توحه ربي يخليك صيفط جوج البركات ثلاثه البركات صيفط حويلي كبر بعمتي. الو خويا مالو تا هو غيتزوج؟ ولدت له مرتو واخا تا هو صيفط له يلاه صيفط السبوع على حسابك. انت تهزيه وتدفعي الثمن غالي ديال الغربه، تدفعي الثمن غالي، تدفعي الثمن ديال الحريه اللي تطالبها، تدفعي الثمن غالي. الثمن الغالي سميتو هو الثمن. رمضان بوحدك، العيد بوحدك، مغربه كتنعسي سكرانه كتفيقي سكرانه، تقدر تمرضي تموتي بوحدك، كتمرضي بوحدك، كتبكي بوحدك، كتفرحي بوحدك، كتضحكي بوحدك، كدوزي الاعياد بوحدك، كدوزي رمضان بوحدك. بوحدك علاش تدفعي الضريبه باش واحد يعيش او لا باش جروب يعيش؟ علاش هما ما يديروش يضحوش على ودك؟ كاينش الضحيه ما يضحيوش على ودك، راه ضحاو راه توقفي عليهم الله لا عطاوك شي درهم لا وقفوا معاك الله لا عتقوك، تقدري تموتي مش كاع في كنازتك. واش فهمتي يا مدام؟ البنات الصغارات كيغركم الصغر، الصغر كيغر. انا تغريت خسرتي عمرك في الخاوي، ما خسرتوش في الخاوي القحبه، ما خسرتوش في الخاوي، دوزت الحياه السعيده. كيما دوزت الخايب دوزت الزوين، يلاه بروك جري. كيما دوزت الخايب دوزت الزوين، دوزت الزواج، تزوجت راجل كان بغاك 7 3 سنين، واخا تقلبت في الاخر ماشي مشكل. عشت شفت خرجت ضحكت شطنا من بعد. انت اختي الصغر كيغر، انت صغيره الجهد كاين، ديري الران في داك الخليج اقسم بالله العلي العظيم كيكون العمر ديريها تلقى فيها 30 عام. يلا دخلتي دابا في العد الران الران 31 40. الو اختي بغات تولد، الو اختي بغات تزوج، ولد عمي با مريض، صيفطي بالقانون، صيفطي بعقلانيه. ما داك تفرقيع ولا باش جيت باش تباني ولا لا. اختي نصيحه من عندي انا، مشيتي للخليج ضمتي في الوحل ضمتي، ما كتسميه الوحل انا ما كنسميهش الخليج. ضمتي ضمتي اختي جمعت تحت مني وما ندومش كاش غادي خطابات على الفاضي.
ضرب لي واحد الاقامه ديال عامين ولا نزيد كاع ندير اقامه واحده اخرى كندربها كاع اربع سنين باقا صغيره نضرب اربع سنين في الخليج نجمع نجي ندير مشروع في بلادي نجي نفيد بلادي ندير انفستيسمون في بلادي نخدم معايا ولاد البلاد ونتزوج ولاد البلاد ونتزوج ولاد البلاد خصك تخدم مدافع الطيران خدمي مدافع الطيران زوينه غير نجي مدافع الطيران راك مخيره في الخليج فهمتيني انا هادشي كنعاودو نعاود لكم هادشي باش نقول لكم الحقره حقره خايبه شي وحده في المغرب ما تحقرش انا في بلادي اجي عندك يقولك يقول لك قات شي حاجه حنا عندنا القانون في المغربيه في البلاد خبز كبرات تحليها تما حقاره مغربيه مغربيه مغاربه كلشي علينا العين كنشوف الروسيات والصبريونيات ودوك الاوكرانيات وداكشي كيديروا البورنو عندهم لي سيت الروسيات والبولدوفيات وداكشي والرومانيات عندهم لي سيت ديال وزير وعندهم عندهم لي سيت ديال البورنو تيبقى يقول لك كيهضر معاك وتقول له اجي نديرك الساعه وداكشي ما كيهزهمش ما كيصفرهمش هادوك تو غير مساكن البنات المغربيه زيد خلينا ارقام اكراميه مساكن قاسمين يخرجوا طلعوا ب 2000 درهم 3000 درهم يجيو يطيروهم كشي بلاد عزيزه مكرمه والله جو بريفير جو بريفير تما راه ولا فيهم المرض يمشي لك الخليج يمشي لك تايلاند يشبع تكواك مع دوك المتحولين ولي شمال وداك الشيء ويجي عند المغربيه عاوتاني يمشي معاها يا جابت السيده دونك داك القانون ديال الكفيل الكفيل كان امش به قطر عشت فيها سبع سنين تقريبا الكفيل ديالي كان هو رب الأعمال والخدمة أما ما وقعليش شي مشكل ما وقعليش شي مشكل في قطر مازال إن شاء الله غادي نمشي ليها بيانتو غنفاجئكم مشيت لواحد واحد السويمينة تما كيقولو الناس بلي تسفرت لقطر متسفرش نهار كنت جاية وخا عندي لي فيديو هزة سكادو ديالي وهزة باليزتي وخارجة من لوطيل قبل الطاكسي ومشيت حتى للمطار الوغ كو لي كيتسفرو مكاينش هادشي مكاينش هاد القضية كيتسفرو كيديوهم في الباص ديال البوليس وكيدخلو من اللور وهذا دونك مبقاوش تخرجو شي هدرة مكايناش الدعاية مكايناش أنا البلد الوحيد اللي لقيت فيه المشكل هو الإمارات مشيت هكاك هباء منثورة كون غير شدوني شي حاجة هزا رجلي ولا شي حاجة نقولو أح بردات وأنا جو كارد توجور لي بابي عندي ديال السرحة والغراب داكشي باش لي حل زكو غنجبدهم زوين واحد يدوز ديك اكسبيريونس في حياته انا ما كنعتبرهاش بلي نقطه سوداء بالعكس هادي نقطه سوداء على ليبوك اللي دابا قواتني هاد القضيه هادي قواتني بزاف